السلام عليكم، اليوم حنكمل درس تنبؤ النمط. وصلنا عند سؤال 2 صفحة 79. تتبع النمط وكمل النمط. 1 على 11، 2 على 11، 3 على 11، 1 على 11، 9 0 9 0 9 0 فاصلة. هلا حتلاحظوا انه بالكتاب كاتب 9 0، اتوقع نكررها مو 3 مرات، 5 مرات. هلا ما في فرق كررت 3 مرات او كررتها 5 مرات، نفس الشيء، او كررتها 10 مرات او مرتين، عادي ما في فرق، او مره واحده. 2 على 11، 18 18 18 فاصله. 3 على 11، 27 27 27 فاصله. نلاحظ قاعدة النمط، 9 8 7 عم بنقص 1، 0 1 2 عم بنزيد 1 للمنزلة اللي بعدها، مع تكرار أول رقمين فاصلة 0. طبعا هون عندنا 0 صحيح، لأن نوع الكسر فعلي، البسط أقل من المقام. الواحد كان في 11، ما في 0 صحيح. أو في قاعدة ثانية للنمط، إنه نضرب 1 في 9 9 ونضيف 0 للمنزلة اللي جنبه. 2 في 9 18، 3 في 9 27، وبنكرر أول رقمين وبنضيف فاصلة 0. 4 على 11، 4 في 9 36، 36 36 فاصلة 0. 5 على 11، 5 في 9 45، بنكررها ونضيف فاصلة 0. 6 على 11، 6 في 9 54، 3 مرات فاصلة 0. 7 على 11، 7 في 9 63، بنكررها فاصلة 0. ب طالب مني 8 على 11، 8 في 9 72، بنكررها 3 مرات فاصلة 0. 9 على 11، 9 ضرب 9 81، 3 مرات فاصلة 0. 10 في 9 90، 3 مرات فاصلة 0. رقم 4 مختلفة شوي، نوع الكسر هون مختلف، هذا كسر مو فعلي، هذا كسر غير فعلي، مو مثل باقي الكسور كانت كسور فعلية، كسر غير فعلي، البسط أكبر من المقام. يعني هون بقدر أكتبه على شكل عدد كسري، لو أجينا قسمنا 12 على 11 تطلع 1 صحيح، باختلاف باقي الكسور اللي كانت عندي كان 0 صحيح. 1 ضرب 11 11، اطرح الباقي 1، الناتج 1 والباقي 1، هاي بنقدر نكتبها على شكل عدد كسري، الناتج عدد صحيح والباقي بسط والمقام هو المقسوم عليه. اذا 12 على 11 هي نفسها 1 صحيح و1 على 11، فهون نحط الفاصلة العشرية، الواحد صحيح عشمال الفاصلة، وواحد 11 بنجيبها من بداية السؤال اللي هي بتساوي 9 0 9 0 فاصلة. الآن ننتقل إلى تمارين ومسائل. سؤال 1 طالب مني لون الشكل رقم 20، بيعطيني 4 اسطوانات. معلش كيف تبع معاي، كيف بدي أتوصل للشكل رقم 20 من دون ما أكمل النمط؟ فيش داعي أكمل النمط وأعد الشكل رقم 20. بحدد وحدة النمط، أصفر أخضر أزرق وردي، بعدين بنلاحظ إنه عم بيعيد النمط، فعشان هيك هاي هي وحدة النمط أول 4، بس رح أعد على أول 4 هدول. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. إذا اللون حيكون وردي. السؤال الثاني يعطيني نمط وبيحكي لي تتبع النمط وأكمل النمط. 5 في 5 15 ضرب 15 25 ضرب 25، 35 ضرب 35، 45 ضرب 45، من غير ما ألجأ لعملية الضرب. نلاحظ هلأ الإجابات، 25 طبعا ما في مئات، حطيت 0. 25 عم تتكرر بكل الإجابات، إذا عم بتلاحظوا نطلع على المئات، كانت 0، 0 صارت 2 يعني جمعنا 2، 2 صارت 6 يعني جمعنا 4، 6 صارت 12 يعني جمعنا 8، 16 صارت 20، سوري 12 صارت 20 يعني جمعنا 8. بنلاحظ انه عم نجمع اعداد زوجية، زائد 2 زائد 4 زائد 6 زائد 8. اذا قاعدة النمط جمع اعداد زوجية مع بقاء العدد 25 ثابت في بداية النمط زي ما لاحظنا. هلأ طالب مني 55 ضرب 55، بمسك الإجابة اللي قبلها اللي هي 45 ضرب 45، إجابتها 2025، وبجمع لها 10، لأنه العدد الزوجي اللي بعد 8 هو 10، طبعا مع بقاء 25 ثابتة في بداية النمط. ما بنشتغل على 25، بشتغل 20 زائد 10 30.
65 ضرب 65 بمسك الإجابة اللي قبلها وبجمع لها 12، طبعا حجمع 30 زائد 12 مع بقاء 25 ثابتة، وهكذا لكل الأفرع. السؤال الثالث غير مطلوب، ننتقل للسؤال الرابع. عندنا نمط 4 5 9 14، كامل من طالب مني أكمل النمط 4 زائد 5 9 5 زائد 9 14 9 زائد 14 23. إذا عم بجمع عددين متتاليين بالنمط بيعطيني العدد الثالث، 14 زائد 9 بيعطيني 23 23 زائد 14 بيعطيني 37 37 زائد 23 بيعطيني 60. وإذا حبيت أتأكد اجمع 60 زائد 37 حيطلع 97. إذا قاعدتي صحيحة وبنكمل النمط. سؤال 5 بيعطيني نمط هندسي، طالب مني أكتبه على شكل نمط عددي، بس قبل بدي أنا أحوله عشان أعرف شو قاعدة النمط. هون 3 مربعات 4 مربعات 7 مربعات 12 مربع. هون بنلاحظ إنه جمعنا 1 جمعنا 3 جمعنا 5، عم نجمع أعداد فردية. ألف أكتب على شكل نمط عددي 3 4 7 12، أنا كملت. هون زائد 5 بعد زائد 7 بعد زائد 9، هيك بكون كملت النمط. الشكل الخامس فيش داعي أرسمه، حيكون 19 مربع، والسادس 28 مربع. نروح لسؤال 6 برضو معطيني نمط، اللي هو جمع 8 زائد 8 16 88 زائد 88 176 888 زائد 888 1776. من غير ما ألجأ لعملية الجمع بس ما نلاحظ الإجابات، بنلاحظ إنه في عنا زيادة بعدد السبعات. بالبداية ما كان عندي غير 8 وحدة بالسؤال، ما في ولا 7، 8 في بالسؤال بالجواب 7 وحدة مع ثبات 6 و1 على أطراف الإجابة، 3 8 7 بالوسط، 6 1 على الأطراف، 4 8 0 6 1 ثابتين، وبالنص 3 7. إذن بنلاحظ إنه 6 و1 حيضلوا على الطرف موجودين بكل الإجابات، بس عم نضيف 7 زيادة كل مرة. وحنلاحظ إنه بس كان عندي 8 7 1، 3 8 7 4 8 3 7. إذا هلا بدي الصف الخامس حكتب جمع، هن كان عندي 4 8 حجمع 5 8 زائد 5 8، بنثبت على الأطراف 6 و1 وبالوسط 4 7. الصف السادس 6 8 زائد 6 8، حيكون عندي على الطرف 6 1 وبالوسط 5 7، لأنه 6 8 بنقص 1 بنحط 5 7. طالب مني باجد ناتج، معطيني هون 8 8، إذن حنحط بالأطراف 6 و1 وبالوسط 7 7. والصف التاسع اللي بعده 6 و1 بنثبتهم على الطرف، حيكون عندي 8 7. سؤال 7 سؤال كلامي، أعد خالد برنامج غذائي لإنقاص وزنه بمعدل 3 كيلو جرام شهريا، إذا علمت أن وزنه الحالي 75 كيلو جرام فبعد كم شهر يصبح وزنه 51 كيلو جرام. بالبداية بدي أعرف الفرق بين وزنه هلأ والوزن اللي بده يوصل له، عشان هيك هستخدم عملية الطرح. كلمة الفرق تعني الطرح بالرياضيات، بطلع 75 ناقص 51 حيطلع عندي 24 كيلو جرام. إذا هو بحاجة إنه ينقص من وزنه 24 كيلو جرام. هلا بيحكي لي السؤال إنه كل شهر حينقص 3 كيلو جرام، بإمكاني أحله عن طريق النمط أو بحله عن طريق القسمة. بدي أعرف كم 3 كيلو جرام بال24، بيطلع 8، يعني بيحتاج إلى 8 أشهر، لأنه كل 3 بتمثل شهر. سؤال 8 معطيني نمط داخل مربعات 2 4 6 8 6 10 14 س ص 40، طالب قيمة س وقيمة ص، فلازم أنا أستنتج قاعدة النمط. بنلاحظ إنه 2 زائد 4 بيعطيني 6 بالوسط، 4 زائد 6 10، 6 زائد 8 14،
ستة زائد عشرة حيعطيني سين اللي هي 16، عشرة زائد 14 حيعطيني صاد اللي هي 24. وإذا حابين نتأكد نجمع سين زائد صاد 16 زائد 24 حيعطيني 40. هيك بنكون انتهينا من درس تنبؤ النمط، يعطيكم ألف عافية.